لما بدنا نخلط الطحين الأسمر بطحين أبيض، يفضل إنه نكون عم ننقي نوعية قوية فيها بروتين عالي، أو نجيب متعدد استعمالات إكسترا نتأكد إنه أيضا البروتين فيه عالي، ما فينا نصلح ضعيف بضعيف. وبالنسبة لحرارة المي اللي كتير من العجان اللي كنا عم نشرح عنها، مثل خبز البرجر وخبز الفاهيتا السب مارين والتوست، كل هيدي الشغل التجاري اللي ما في ساعتين بين عملية العجن وبين خبزة تكون ظاهرة الحبة على الستاند بظرف ساعتين من أول العجن للخبز، نحن ما عنا وقت طويل لحتى ياخد وقته البروتين الموجود بقلب الطحين يسحب حاجته من الرطوبة بمنافسة كل المكونات، حتى النشا الموجود بقلب حبة الطحين نحن اتفقنا انها بتنافس البروتين، لذلك النشا الموجود بقلب حبة الطحين اذا نحن شي مرة عم نربط طحين ومي على النار بتشوفه بيقدر، كل ما كانت الحرارة عالية كل ما ربط كميات سوائل اكتر، لانه السلاسل الكربونيه بقلب النشا بتفتح وبتحبس كميات مي اكثر على الحرارات العاليه، اذا حراره المي كانت بارده الجزيئات ما حتفتح بشكل وبتحبس كميات مي كبيره، حتسمح للبروتين الموجود بقلب حبه الطحين انه يترطب بهالوقت القصير وياخذ حاجته من الرطوبه ليعطينا كل التماسك الموجود بقلبه، لانه ما عندنا وقت طويل من التحضير مثل بعض المصالح او الوصفات التانية احيانا بتقعد نهار العجينة، هيدي عملية سريعة شغلة ساعتين من باب الاحتياط حتى النشا ما ينافس البروتين الموجود بقلب حبة الطحين اذا كانت حرارة المي دافئة. لذلك يفضل استعمال مي باردة للحد اللي نحن حكيناه لكم وشرحنا لكم عنه.